السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد أبو عرب، وإحنا النهاردة إن شاء الله بنشتغل في كتاب الإكسلنس لكونكت بلس لجريد 3 سكند تيرم. ويلا بينا نشوف أول يونت اللي هو يونت 7 اللي كان التايتل بتاعه Where are the family؟ Where are the family؟ فين العيلة؟ تعال نشوف العيلة فين. أول حاجة عايزك تتعلمها معايا هي Live Stages، واللايف ستيجز ده اللي هي مراحل الحياة. مفيش بني آدم بيتولد وهو كبير. البني آدم أول ما بيتولد بقول عليه بيبي، بعد كده يكبر شوية بقول عليه تودلر، والتودلر ده هو اللي هو طفل لسه بيتعلم المشي يعني بيزحف. أما تالت واحد فهو اللي تشايل، طفل زي حضرتك كده في جريد 3 مثلا. بعد كده يكبر شوية زي أخوك اللي بيكون في ثانوي، ده بقول عليه تينيجر، تينيجر. بعد كده يبقى قد بابا وماما بقول عليه أدولت، أدولت، أدولت. بعد كده يكبر قد جده بقول عليه elderly person، اللي هو الشخص الكبير في السن أو العجوز، elderly person، elderly person. تمام، تعال بينا نجري بسرعة على حاجة تانية وهرجع لك لها تاني. هو هنا شرح لي كل مرحلة المراحل دي بيبقى فيها إيه. بيقول لي مثلا على سبيل المثال البيبي لو بيتكلم عن نفسه بيقول إن هو I can't walk or talk، أنا ما بقدرش نمشي ولا أتكلم. But I sleep a lot and I like playing، وكمان أنا في ميزة إن أنا بنام كتير وأنا بحب اللعب. طيب ماشي، أمال بقى تاني واحد اللي هو التودلر، البنت اللي بتزحف دي ولسه بتتعلم المشي، بتقول I am learning a lot about the world، أنا بتعلم حاجات كتيرة عن العالم المحيط بي. وخلي بالك ما يقصدش العالم اللي هو العالم، لا، هو يقصد بيه العالم المحيط، يعني بتعرف المطبخ فين والحمام فين والشارع فين والكلام ده. And I am learning to walk، وأنا لسه بتعلم إن أنا إيه أمشي. طب اللي child I go to school and play with my friends، أنا بروح المدرسة خلاص دلوقتي كبرت وبلعب مع أصدقائي. I'm taller than I was last year، يعني أنا الوقت أطول مما كنت السنة اللي فاتت، لأن حضرتك في المرحلة دي أنت بتكبر كل سنة لأن دي في مرحلة نمو. طيب مين يفكر لي اللي تشايلد ده كان بعديه أني مرحلة؟ مين يقول؟ شاطر، التينيجر. إكسلنت التينيجر. مين يفكرني التينيجر دي كانت إيه؟ أيوة كانت مراهق أو مراهقة. المراهق I go to school and I and help my parents، معروفة إن هي بتروح المدرسة وكمان بتساعد والديها. طب مين اللي بعد التينيجر؟ بعد التينيجر اللي هو الأدولت. أدولت إحنا قلنا بالغ أو بالغة. I can walk, run, jump and swim، بتقدر تعمل بقى كل الحاجات دي، حد كبير يقدر يمشي، يقدر يجري، يقفز، يعوم، أي حاجة. I go to work and look after my family، هي بتروح الشغل وكمان بتعتني بأسرتها. طب الإلدرلي بيرسون بقى، I used to work، أنا اعتدت إن أنا أشتغل. But now I don't lie، I don't، يعني هي كانت بتشتغل بس دلوقتي هي ما بتشتغلش. I like being with my family، أنا بحب أقعد مع أسرتي، خلاص كبرت في السن طلعت على المعاش. I look after them and they look after me، أخلي بالي منهم وهم يخلوا بالي منهم. طيب يا مستر تعال نكمل تاني التيب سكريبت ده وهرجع لك للنيو ووردز. Today today we're with our family، النهاردة احنا مع أسرتنا. We have lots of cousins، احنا عندنا أولاد عم كتير. أمير is 13 he's a teenager، أمير ده هو عنده 13 سنة لأنه هو مراهق. He's helping his brother Adam، هو بيساعد أخوه الصغير آدم. آدم is building a tower، آدم ده هو بيبني tower، برج زي ما انتم شايفينه. علشان كده بقول على آدم ده انه هو ايه، that's a good boy، هو ولد كويس، ولد شاطر، ولد جيد. My nephew Tariq is a baby، خلي بالك بقى nephew ده هو ابن الاخ او ابن الاخت، طب انا مش مركز فيه قوي. طيب مش انت عندك اخ واخت؟ اه، لما يكبروا ان شاء الله لو خلفوا ولد هيبقى اسمه nephew، طب لو خلفوا بنت يبقى اسمها نيس. تاني، أخويا وأختي لو خلفوا ولاد صبيان اسمهم نيفيوز، لو خلفوا بنات اسمهم نيسز. يبقى نيفيو ابن الأخ اللي هو طارق is a baby،
الست دي اللي بتتكلم. My sister is holding him. أختي شايلاه. لأن هو إيه؟ ابن أختها. Look at my niece. بص بقى لإيه؟ للنيس. إحنا قلنا النيس دي بنوتة ولا ولد؟ أيوة بنوتة، بس بنت مين؟ بنت أخويا وأختي. تمام. أهو النيس ده هي اللي هي لما she is learning to walk، لسه بتتعلم تمشي. أي I love seeing my family. أنا هنا بحب إيه؟ إن أنا أشوف إيه؟ أسرتي. وخلي بالك إن love من الفيربس اللي بيجي بعديها الفيرب في ing. يب يا مستر، تعال نشوف النيو ووردز بتاعتنا بقى. يلا ريبيت افتر مي يا شاطر يا عسل. ممكن تقول قبليه كمان وتشوف انت بتنطق صح ولا لا. هسكت الاول عشان انت اللي تنطق الاول. فاميلي، فاذر، داد، ماذر، مام، براذر، سيستر، انكل، انت، جراندبا، جراندما، nephew، niece، parents، tower، stage. learn about، look after، look at، think about. ركز في دي. كلمة look لو جه بعديها after بتيجي بمعنى يعتني بي، لكن لو جه بعديها at بتيجي بمعنى بيبص على حاجة أو بينظر لحاجة. خلي بالك إن كلمة think يجي معاها about عشان معناها بيفكر في حاجة. يلا بينا. الرجلر فيربس، طبعا الرجلر فيربس دي انا بقول عليها رجلر لان معظم كلها اخرها دي او اي دي او اي اي دي، لكن الرجلر ملهاش قاعده، بص كده بتتغير. هيلب، هيلبت، هيلبت، ووك، ووكت، ووكت، لوك، لوكت، لوكت، جامب، جامبت، جامبت، ورك، وركت، وركت، توك، 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 want، wanted، wanted. خلي بالك wanted، خلي بالك ان البي والكي لو جم في فيربس، البي والكي لو جم في فيربس في الاخر لما اجي احط لهم الايدي انا بنطق الايدي شبه التي. تمام يا شباب؟ طيب والتي لو جت في الاخر وحطيت لها ايدي بنطق الايدي كاني بنطق اي دي، فبقول wanted كاني بالظبط كده اهو حاطط لها اي دي. طيب تعال نكمل. هاف، هاد، هاد، بيلت، 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 طبعا ده الباست وده الباست بارتيسيبل علشان احنا خدناه الترم اللي فات. learn، learn it، learn it، hold، held، held، see، so، seen، run، ran، run، go، went، gone، sleep، slept، slept، am، is، was، been، are، where، been. اوكي طبعا ممكن اكون بحفظهم كده، شوف الطريقه اللي انت تناسبك في الحفظ. طيب يا مستر محمد تعالى نحاول نحل مع بعضنا شويه كده علشان نشوف الناس شطره ولا لا. ركز معايا. طبعا مش هحل كتير عشان هخش على الجرامر دلوقتي، بس هنشطك شويه في شويه حاجات. ممكن تحل معايا ما عنديش مشكله. يلا بينا. مين من دول is a person who is between 13 and 19 years، ما بين 13 و 19 سنه. مين اللي سنه كده؟ البيبي ولا التشايلد ولا التينيجر؟ شاطر، اكسلنت. انا بسكت عشان انت اللي بتحل. تينيجر. The mother is feeding them. كلمة feeding دي معناها تطعم. المذر ده هي بتطعم مين؟ يا ترى مين اللي يستحق ان هو يطعم او يتأكل يعني؟ الأدولت، تينيجر ولا البيبي؟ شاطر، اكسلنت، بيبي طبعا، اكيد الكبار دول مش محتاجين حد يأكله. He is learning to walk. بيتعلم يمشي. He is a ايوه toddler، اكسلنت. My grandpa، حاول اجيب بس البوك كده عشان تبقى الزاويه بتاعت الريدنج كويسه. يلا بينا. My grandpa is a person. احنا قلنا person دي محطوط لها على طول كلمه elderly person. They look after their family. They are، هم بيعتنوا بيه الفاميلي بتاعتهم، عشان هم they are kids ولا babies ولا adults. هم بيعتنوا بأسرتهم عشان هم مين يا مستر؟ هم أدولتس، هم كبار مش بيبيز ولا كيدز. أمير إز أ ولا أن؟ مين من دول؟ هي إز أ برايمري 3. في برايمري 3 أديك تبقى أنت إيه؟ تودلر، تعلم المشي ولا تشايلد ولا أدولت؟ شاطر، تشايلد. طيب هسيب لك الباقي دول أهو عشان لو أنت حابب تعملهم سكرين ولا حاجة وتحلهم ما عنديش مشكلة خالص، وتعالى نبدأ نتفرج على حاجة مهمة قوي
زمن البريزنت كونتينوس عشان ما اطولش عليك الفيديو وتمل مني. طيب البريزنت كونتينوس احنا كنا عاملينه شيت انا ودكتور اياد كده بنشتغل مع بعضينا، ده دكتور بتاعي الصغنن كده الزغنون بتاعي، فتعالى نحاول نعمل ريفيجن مع بعض فيه. كنا احنا بنقول انا واياد كان يا مكان يا سعد يا اكرام ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان كنت انا ساكن زمان في الجيزة والبيت بتاعي صغير ده هو. طيب ماشي. وكان المكان كله زراعة وما كانش فيه خالص ولا بيت إلا بيت كبير كان جنبية. ماشي. في يوم من الأيام أنا كان عندي حب استطلاع أعرف الجيران بتوعي دول مين وساكنين فين ومين اللي قاعد في البيت الكبير ده. المهم روحت قعدت جنب البواب وقعدت أسأله عن اللي في البيت دول مين ومين اللي ساكن في البيت. قال لي بص يا واد يا مستر محمد، البيت ده هو ساكن فيه عيلة مكونة من 3 أطفال وباباهم ومامتهم، والبيت ده هو كله معمول على شكل 3 أوض. قلت له إزاي يعني يا عم عوضين؟ قال لي أول أوضة ساكن فيها الأطفال اللي هم آم وإيز وآر، تمام، وتاني أوضة قاعد فيها الفيرب اللي هو الأب، وتالت أوضة قاعد فيها الأي إن جي اللي هي الأم. إيه ده؟ هما ليه مش قاعدين مع بعض؟ أصل هما متخانقين مع بعض، وخلي بالك الأم مستحملة المكان ده كله عشان خاطر عيالها، يبقى لو في أم وإز وآر يبقى في مين؟ أي إن جي، تمام. طيب عرفت جيراني والكلام ده كله. طب قلت له يا عم عوضين أم وإز وآر دول صغيرين يا عم عوضين؟ قال لي أيوه يا واد يا مستر محمد صغيرين. قلت له طب هو أم ده عنده ألعاب؟ قال له عنده لعبة واحدة عشان هو أخوهم الكبير، عنده لعبة اسمها أي. أما إز؟ قال لك لا، إزي ده هو أخوهم الوسطاني عنده 3 لعبات، هي وشي وإت. طب وقلت له آر؟ قال لي برضه أخوهم الكبير ده هو عنده 3 لعبات اللي هما اللي هو مين؟ وي ويو وذي. يبقى أم ده يعتبر أخوهم، يعتبر ممكن نقول عليهم اللي هو الكبير العائل اللي هو عنده لعبة واحدة علشان هو خلاص كبير ما بيحبش ألعاب كتيرة، وأخوهم بقى اللي هو الصغنن خالص إز واللي أكبر منه شوية اللي هو آر. طيب ما هو ده بياخد 3 وده بياخد 3، بس إز ده عشان صغنون حرفين 2 بياخد السنجلر المفرد، أي كلمة مفردة، علي أم علي أبو علي ياخد إز، لكن لو أنا قلت علي وأم علي وأبو علي مع بعض بقوا بلولر ياخدوا آر. تمام يا مستر؟ تمام. طيب عدى أول يوم وبدأت أتعرف على عم عوضين وكل يوم أقعد أشرب معاه الشاي، لحد ما جيت في يوم من الأيام لقيت إيه؟ لقيت ولد ده اسمه نوت أو نات. ماشي. الولد نات ده هو جاي علشان يقف قدام البيت ده عشان يلعب. تفتكر إن الولد الصغير ده لما يجي يلعب يروح يلعب عند الأم ولا عند الأب ولا عند مين؟ أيوة عند الأطفال. علشان كده نات لما يجي يروح يلعب فين؟ يروح يسيب البيت كله، يسيب الكوك اللي هو الفيرب ويسيب الأي إن جي اللي هي الأم ويروح يلعب جنب مين؟ جنب أم وإيز وآر. عشان كده نات اللي هي معناها لأ، لما تيجي يجي يقول لك حطها في جملة على طول تحطها بعد أم وإز وآر. طيب هنشطب الفيرب؟ لا، هو في قطه ما نرجع بيه. هنشطب الاي ان جي؟ لا، ما ينفعش الاي ان جي تشطب، ده قاعده مستحمله عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ولادها أم وإز وآر. تمام. طيب بعد كده يا مستر محمد يجي يقول لك في يوم من الايام الباب بيخبط. تمام. اي حد الباب بيخبط انت بتسأل مين، صح؟ اهو اللي بيسأل مين؟ مين اللي بيفتح الباب عادة؟ عادة بابا او ماما لو مشغولين انت اللي بتفتح الباب، طبعا بعد ما بتقول مين، صح؟ يبقى عشان كده يا مستر محمد ام وإز وار هم اللي بيفتحوا، بس خلي بالك هم بيبقوا خايفين على الالعاب بتاعتهم عشان كده بيخبوها ورا ظهرهم. يعني ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو انا جيت هنا هو تحت وقلت لك ايه؟ قلت لك الجملة هي is a أو eating، he is eating. الباب بيخبط، البوليس داخل أهو. البوليس ده هو داخل علشان يقبض على مين؟ يقبض على 3 أشخاص هربانين منه، يقبض على يس ويقبض على نو ويقبض على نوت. طيب أول ما البوليس يخش إيه اللي بيحصل؟ طبعا هنا هو بيروح قابض على يس شايلها. مين اللي بيفتح له؟ إز، صح؟
بيخبي مين وراه؟ هي اللعبة بتاعته. وطبعا الأب قاعد في أوضته والأم قاعدة في أوضتها، ما عنديش مشكلة خالص معاهم إيتينج وهكذا. أوكي يا مستر، ده كده بالنسبة لحاجة بيسموها في الإنجليش عندنا اليس والنو كويستشن. طيب إيه كمان؟ يقول لك إن خلي بالك إن are you ده هي بتتحول لأيام، يعني لو أنت هنا هو في الجملة ليت are you playing football، هل أنت بتلعب كرة قدم؟ قول لي yes أو قول لي no براحتك، بس أهم حاجة اللي أنت تقول لي are you ده هي بتتحول لأيام أو no بتتحول لنوت. طيب يا مستر محمد إيه تاني قبل ما أنسى؟ هقول لك خلي بالك من حاجة، في حاجة اسمها الـ WH question. أول حاجة أنت بتحط الأداة في الأول، ماشي. تاني حاجة بتعمل مقص، طب ليه؟ لأن الأداة بتحب أم وإز وأربع ديهم، فأنا عشان كده هي إز كوكينج ميت، أول حاجة هحط وط اللي هو قال لي حطها، بعد كده هروح عامل كروس وهكمل الجملة كوكينج، بس اوعى تحط ميت. ليه؟ لأن ميت ده هي أنا اديتك بدلها وط، فعشان كده خدت ميت. تمام. طيب إيه كمان؟ بص كده هو يا مستر، قول لي هنعمل ايه؟ انت عايز تحط وير، هحط وير في الاول، تمام. هعمل مقص، طب ليه بتعمل كروس؟ عشان ار تيجي بعد ايه؟ بعد وير. وادي زي اهي وانزل جملتي، بس بشطب ات ذا بارك عشان اديتك بدلها وير، لان وير بتسال عن المكان. طيب انت امتى بقى تعرف ان انت ساكن جنب ايه؟ جنب ام وايز وار وفيرب بلس ان جي، اللي هو يعرف بالبريزنت كونتينوس. البريزنت كونتينوس بيبقى معلق يفطط على البيت بتاعه، اول يفطه اسمها لوك، تاني يفطه اسمها لسن، لوك يعني انظر، لسن يعني استمع، ناو دلوقتي او الان، at the moment في هذه اللحظة، at the present أو the أو at present في الوقت الحالي. لو شفت كلمة من الكلمات دي حضرتك لازم تحط am is are وتحط للverb ing، am is are وتحط للverb ing. طب فاضل حاجة أخيرة معايا يا مستر محمد، إيه هي؟ بص هنا شوية questions صغيرين كده، بيقول لي he plays football every day. طبعا لما يجي يقول لك استخدم now، انت بتغير حاجتين، بتغير شكل الفيرب وبتغير الكلمات الداله. every day ده هي مش من بتاعه الاي ان جي، مش ساكنه عندهم، يبقى انت هنا هو تشطب every day وتحط مين؟ now. طب now البيت بتاعه كان فيه مين؟ ايوه كان فيه تلات اوض اللي هم am is are، وادي الفيرب اهو بس مش محطوط له اي ان جي، يبقى انت هتحط تشطب الاس تحط للفيرب اي ان جي بعد حاجة وتحط له قبليه ام او از او ار. طب انت ليه خدت از؟ شوت عشان قبليه. طيب ناخد واحدة كمان، birds fly in the sky. هنا ما عنديش كلمة دالة، يبقى انا هغير الفيرب بس، انت عايز تحط مين؟ هحط لوك وادي birds. طيب الفلاي ده هي قبلها حاجة وبعديها حاجة، بعديها على طول ثابت الاي ان جي، لكن قبليها ثابت الام او الاز او الار. طب انت هتستخدم اني واحده؟ انا هستخدم الار عشان بيردس مستر دي بلولر جامع. طيب لوك بيردس ار فلاينج ان ذا سكاي، كملت الجمله، شاطر يا مستر. واحده كمان اهي، طبعا دي زي اللي فوق مش عايزها خلاص. هنا بيقول لي ذي ار درينكينج تي، هما بيشربوا شاي. الراجل بيقول لك حط هي، طبعا لما تيجي تحط هي انت بتحطها مكان اخ من اخواتها الضمائر، مكان وي يو ذي شي ات، ما بحطهاش مكان ار، فانا هنا هو هي حطيتها مكان زي، يبقى زي تحولت لهي. طب هي بتاخد ار انزلها؟ لا، هي بتاخد مين؟ بتاخد از، يبقى هي از واكمل جملتي درينكينج تي. طيب واحده كمان، شي از هيلبينج مام، ماشي. ادي شي نزلت، الراجل عايز يحط نوت، طبعا انت قلت نوت الولد ده هو بيجي يلعب مع مين؟ مع ام ويز وار، هحط له نوت هنا. طب هنا عايز يحط نوت والجمله فيها يس، نوت بتحب نو، يبقى انا هشطب يس واحط مكانها مين؟ احط نو، يبقى بدل يس حولتها نو، ونو بتحب مين؟ نوت. تمام يا مستر. فضل حاجه اخيره هندردش فيها في اقل من ثواني، البريزنت كونتينوس بيعبر عن حاجه لازم تكون بتحصل دلوقتي ولسه شغاله. يعني ايه؟ يعني بص كده اهو، انا عمال اقرا، هقول اي ام ريدنج، انا بقرا دلوقتي اهو، اي ام ريدنج، اي ام ريدنج. طب انا بكتب، اي ام رايتنج، ما ينفعش اقول اي رايت، لأن قريت ده هي معناها أنا متعود أكتب بس ما بكتبش دلوقتي، ممكن أكون نايم باكل. ليك يبقى الفيرب بلس إن جي وقبليه أم ويز وآر أنت بتستخدمه لو حاجة بتحصل دلوقتي ولسه شغال.
Thank you everybody. شكرا جزيلا. وقول لكم استنوني في البارت الجديد.